السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم أجواء رمضان في الطبالة قبل الإفطار الجزء الثاني. Thank you.
قد ايه تمر؟ 2050 جنيه. العافية يا معلم. هلا. قد ايه الكيلو؟ كيلو ب 6000. كل الأنواع نفس الشيء؟ شو بدك؟ نمورة. هذول 6 ب 6. نفس الشيء؟ كله هذا نفس الشيء. ولا مرتدلة؟ 2500. ايه هذا الجسر من فين؟ هذا النص. Thank you.
الطريق اللي فوق الجسر اسمه المتحلق الجنوبي، يفصل بين جرمانة والطبالة وبين دويلعة وكشكول. من هنا دويلعة هي جنب الطبالة، يفصل بينهم شارع تقريبا. هنا أول جرمانة. إلى هنا وصلنا لنهاية الجزء الثاني، أتمنى يكون أعجبكم. لا تنسوا تسووا لي لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.